تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم بالعفو الخاص والإفراج عن 160 نزيلا من المحكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم. يأتي العفو والإفراج بمناسبة عيد الفطر السعيد، وذلك جريا على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته، والتي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.